اذا نشي صور بجودة عالية بتوجه لها فين؟ للجوجل، جوجل عربي. القصة اني اشي انزل صور تكون جودتها عالية جدا، طبعا النت شغال مع الجميع. بروح ابحث في مجال، لاحظوا اول شيء هذا جوجل لنهاية اي ار يعني عربي، دخلته. الان ببحث في مجال من؟ الصور. طبعا انا يعني ايفن اشي جودة عالية. منتظر لما يظهر الصور. ماله؟ طيب خليكم منتبهين معي وانتم عايش تشتغل عند الجميع. عاد ابحث على صور مثلا على على ايش؟ على جزيرة سقطرى. جزيرة سقطرى طبعا في الوضع العادي بيظهر لي الصور عبارة عن مصغرات فقط. انا اش احفظهم بجودة عالية على اساس استخدم في الباوربوينت. النت سريع جدا. طيب شوفوا اللي بيظهر لي الان، هذول كلهم عبارة عن صور مصغرة فقط، يعني بدي لي شكل الصورة. انا اشي الصورة حق دم الاخوين هذا، بضغط عليها. في ظل الوضع العادي بامكاني اضغط باليمين عليها واسوي سيف اميج از، هذه معناها حفظ الصورة باسم، احفظها في مجلد التنزيلات. اتلاحظ انه الان جودتها رديئة جدا. انا اشي جودة عالية. طبعا الخط سريع جدا. لاحظوا ضغطت عليها بسوي عرض الصورة. الان عادي للصورة بجودة عالية. وعتلاحظوا الفرق لاني انا قد حفظت الصورة المصغرة هذا الان. بامكاني ازيد احفظ هذا، شوفوا ايضا هذه جودتها نوعا ما متوسطة. وعاد نشيل الجودة العالية اللي عديها لي الان. يا رب يسرع. هنا بدي لي غير مصغرات فقط من اجل اطلع عليهم. يعني مو لما العرض هو اللي يجيب الصوره، يعني كل الصور تطلع لنا بصوره بالضبط. طبعا هذه الصوره الثالثه سيف ايميج از. للعلم انا حفظت الصوره الاولى، بس بدي لكم الفارق بين الثلاث في التنزيلات. هذه الأولى لاحظوا كيف جودتها، وهذه الثانية جودتها نوعا ما أفضل، وهذا الأخيرة هذه طبعا اللي جودتها عالية. لاحظتوا الفكرة الآن كيف تحفظون بجودة عالية؟ صدق. طيب بحثت أول شيء على في موضوع الصور، بختار أي صورة ولتكن هذه الصورة. في صورة فاتحة على أساس تبين. هذا الصورة شوف لو تجي تحفظها الآن هذه جودتها رديئة جدا، وهذا أيضا جودتها رديئة، بس لو تعمل عرض الصورة عيديها لك بجودة عالية. لا أنت تفعلي باليمين سيف إميج، نفس الطريقة سيف إميج، بس هذا الآن بديها لك نوعها رديئة بس. قلقوا كل المواقع حتى الصور. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هذا الصورة يعني ولا عاد بحاجة بتشتغل، مقطوع ايوه قطعوا كل حاجة. طيب انا نشوف الصوت، الصوت بروح ابحث في الكل مش في مجال الصور. ايش شو من صوت؟
اي صوت كلاسيكي. ايش انا اعرف كلاسيكي. ام اليمن ابو بكر سالم. لاحظوا ام اليمن بس تكتب بعدها اهم حاجة اي ام بي 3. لاحظوا كيف انزل الصوت بصورة سريعة. طبعا خط الخط حقنا سريع جدا بس مع اليوم الماضي احنا قطع ام اليمن نت ولا بشغل حاجة فيه. انا عاد ادخل على سبيل المثال هذا الموقع موقع ديواني بدخله وانا ضاغط الكنترول بيفتح لي في رابط او تبويب منفصل. طيب هذا الصوت اذكركم بس كيف تحمله. اضغط على تحميل الاغنية. كيف تعرف انها بتتحمل؟ بالضبط يظهر لك في الشريط انه بيتم تحميلها الان. ولفين بتتحمل؟ الى مجلد التنزيلات. اي حاجة تنزلها تكون في مجلد التنزيلات هذا.